السلام عليكم الاخوة، نتمنى كاملين تكونوا بخير. قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم، نتمنى منكم دعمونا باشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. اليوم الاخوان غادي نهضروا على سفيان امرابط، الفيرسيون الثانية ديال عائلة امرابط. ففي 2018 كان نور الدين امرابط اللي تألق بشكل كبير في مونديال روسيا 2018، لولا الظلم التحكيمي اللي تعرضنا ليه ديك الساعة لكنا على الأقل غادي نوصلو للدور الثاني. وفي 2022 في مونديال قطر جرد الاعتبار وباش نقصيو دوك المنتخبات اللي تعرضنا معهم الهزائم، كما كنقولو هزائم ديال الشمسة، منتخب الإسباني ومنتخب البرتغالي. فمن بين هاد اللاعبين اللي تألقوا في هذا المونديال الأخير هو اللاعب سفيان أمرابط اللي تألق بشكل كبير في خط وسط الميدان، فكان هو صلة الوصل بين الدفاع والهجوم لمجموعة من المدربين واللاعبين السابقين هضروا على الموهبة ديالو. فآخر واحد هضر عليه هو اللاعب الإيطالي السابق والمدرب الحالي لفريق فالنسيا الإسباني، قال بلي كيشبه ليه في اللعب ديالو. مبقيتش كنتذكر الاسم ديال داك اللاعب الإيطالي، المهم اللي كيعرفو يقولنا في الكومنتيرات السمية ديالو راه مشات ليا. فاللاعب شبهو براسو فاش كان كيلعب مع نادي ميلان في العمر 27 عام. سفيان أمرابط من بعد المونديال جاتو مجموعة من العروض، ليفربول، باريس سان جيرمان، وآخر عرض هو ديال باريس سان جيرمان اللي قدموا ليه النادي بصفة رسمية اللي كتقدر قيمة المبلغ 25 مليون أورو. المهم الإخوان حتى لهنا وسالينا الفيديو ديالنا، نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات جايين. وما تنساوش اللي جديد معنا يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلو أي جديد. Ho sentito dallo stadio da Franchi anche un coro addirittura proprio per te su Sofiane Amrabat. Sì.